والله ما شاء الله. انا واحد اتفضل. اي تفضل. اطفاء السلف، اكو قسم الشركات، هاي الشركات اللي ماخذه بالمليارات طفيتوا السلف مالته، الجرحى طفيتوا السلف مالته، المعاقين المعوقين، يعني بعد شنو كلها طف. مجلس النواب الرؤسات الثلاثة مهمين وياهم، يعني طفيتوا السلف مالتهم. يعني المتقاعد هاي الخمس ملايين اللي صار له 4 سنين 3 سنين يدفع بيهم ما خلصانه، زين تطفوا لنا اياها مثل ما طفيتوا السلف مال الشركات ومال الجيش السابق وما شنو. بالله بعد عندنا قضايا ناسيها بعد، شنو هي؟ ها السلف، احنا نريد اطفاء السلف مال المتقاعدين، نعتبرها هديه من عندكم، فإن ما ظلت شيء، انك بقات قليلين. هاي السلفه طفوها مثل ما طفوتوا السلف مال الشركات، مال المسؤولين، مال المشاريع المطلوبين، مو طفوتوا السلف مالتهم، يعني بقى بس المتقاعد. اخواني عندي مقترح بالنسبه موجود؟ بالنسبه للسلف، حديث عن السلف ذكرت، بالنسبه للرواتب هاي اللي تجي كلها مقطوعه. هسه 600 مثلا 704 و6 784 تجي 775، هاي وين راحت؟ هاي وين راحت؟ ماكو. شنو الاستقطاعات هاي؟ ما ادري. الاف هاي مو بس هاي، يعني اكو ناس هواي انحرموا يعني بها استقطاعات بالنسبه للرواتب مالتهم. يعني 10,000 15,000 ليش؟ وين تروح هاي؟ وين تروح؟ اريد من المسؤولين ان يخلون صندوق خاص بهالشيء هذا. هسه لحد الان ما اتخذ قرار بصرف المستحقات مال الجيش السابق. كلا لحد الان، لحد الان ننتظر النتائج. زين هسه اي وين وصلت؟ بس الوزراء وافق عليه. اي ليش؟ هسه وصلت، انا اقول لك قريبا يعني بين الماليه والمتقاعد ومجلس الوزراء. مجلس الوزراء اتخاذ الاجراء اللازم، قال اتخاذ الاجراء اللازم. هاي او عزل من الماليه ننتظر رحمه الله. هي والتقاعد بين التقاعد والماليه ان شاء الله. نتائج عن قريب مضمون ان شاء الله. وانا اطلب من رئيس الوزراء، اطلب من رئيس الوزراء هاي 10 مره انه يدز على رابطة المتقاعدين اجتماع وياه حتى يفهمون رئيس الوزراء مطالب المتقاعدين. اخواني انا لا اقول اكرر واكثر من لازم، باعتباري مسؤول عن الهويات اللي تصدر من رابطة المتقاعدين. اخواني اللي مسوي هوية انه يجي حتى يستلم هويته المنجزة، وهاي شوف هاي الاسماء، هاي الاسماء اللي طالعه اكثر من عدم ما جايين، يجي ياخذ هويته ان شاء الله. تحيه.